الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بخيل، وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، الشح أو البخل وسوء الخلق. لا يتصور مؤمن ومع سوء خلقه، لا يتصور مؤمن مع بخل، وصور البخل كثيرة ليست محصورة على بخل المال. فمن الصور بخل المال وإمساكه، وشر الإمساك ما كان في زكاة المال. ونحن الآن في رمضان، فيجب على المسلم أن يحسب زكاة أمواله، أن يرى في ودائعه أمواله، أن يرى في ذهبه، أن يرى في الفضة، وأن يرى في أنعامه وفي ثمره وفي كل شيء. ومن صور البخل البخل في المقتنيات الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبختم مرضة فأكثروا ماءها وتعاهدوا جيرانكم. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بمعاهدة الجيران ومعاهدة الأصدقاء ومعاهدة الأهل بالطعام وبالشراب، خاصة في هذه الأيام الفاضلة التي يصوم فيها الناس، فيجب عليه أن يتعاهد من حوله ممن يستحق الطعام. ومن البخل كذلك البخل في العلم. فمن كان لديه علم يجب عليه أن ينشره للعالم، سواء علم ديني أو علم دنيوي يستفاد منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومن صور البخل البخل بالسلام. فمن الناس من تمر بجانبه ولا يسلم عليه، وأشد بخل السلام وعدم السلام والصلاة على النبي.